الدين يقول تناكحوا انتهى، هذا هو. النبي صلى الله عليه وآله والدين حدد ضوابط لهذه القضية، وهي قضية بين الرجل وامرأة، مو أكثر من هذا. فقهاؤنا كتبوا حول الضوابط الشرعية للنكاح، كم صفحة؟ صفحة، صفحتين، 3 صفحات، أكثر من 4000 صفحة في قضية النكاح والضوابط الشرعية التي تحكم النكاح، أكثر من 4000 صفحة في قضية النكاح. في قضية الصلاة الفقهاء كتبوا أكثر من 5000 صفحة، هاي الصلاة اللي نصليها وبقية الصلوات. في قضية الطهارة يعني الوضوء والغسل والتيمم وما يتعلق بها في الطهارة، الفقهاء كتبوا لتحديد الضوابط الشرعية أكثر من 6000 صفحة. النكاح أكثر من 4000 صفحة، الصلاة أكثر من 5000 صفحة، الطهارة أكثر من 6000 صفحة. ولكن تجي إلى هذه القضية المهمة، قضية الشورى، اللي كل شيء يتعلق بهذه القضية، بالإمام تقام الصلاة ويقام الصوم وتقام الزكاة ويقام الحج وتقام العلاقات الاجتماعية وتحقق أهداف الدين. النبي سطر واحد ما قايل، معقول هذا؟ معقول من قائد حكيم؟ في النكاح 4000 صفحة أكو بحث في الضوابط الشرعية، ولكن النبي في قضية الشورى في القيادة من بعد ما ذكر ولا سطر واحد، لا في البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الترمذي ولا في أي كتاب من الكتب الشيعية أو السنية. معقول هذا المطلب؟ هذا هو التساؤل الرابع. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد حدد لهذه الأمة نظام الشورى في الإمامة من بعده، فهل أوضح ملامح هذه الفكرة؟ هل أوضح معالم هذه النظرية ولو بسطر واحد؟